إلى أي مدى وصلت عملية تدفق الشاحنات للدخول إلى قطاع غزة رمضان؟ نعم محمد، يعني زاد العدد عن الخدمة الإخبارية السابقة، تدفق عبر معبر رفح ومن هنا مرورا حتى وصولا إلى معبر كرم أبو سالم قرابة 141 شاحنة، من بينها أربع شاحنات خاصة بالوقود والشاحنات الأخرى وهي الخاصة بالمساعدات الغذائية والإغاثية وكذلك المواد الطبية. الآن هذه الشاحنات تصطف في الطريق لمعبر كرم أبو سالم، عدد منها دخل معبر كرم أبو سالم، والآن تتم عمليات التدقيق والمراجعة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العمليات التي اعتدنا عليها ربما في المشاهد السابقة، هذه المشاهد التي تعمل على إبطاء عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهذه من ضمن العراقيل التي يضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي كون هذه العملية تتم بطريقة يدوية وليست طريقة آلية. إذن نحن أمام شاحنة في المتوسط تحمل 20 طنا من المساعدات الغذائية يتم تفتيشها يدويا. هذه العملية تستغرق بعض الساعات، تستغرق قرابة يعني 9 ساعات انتظار لهذه الشاحنات وكذلك السائقين المتواجدين في هذه المنطقة. هذه العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي متعمدة لإبطاء عملية إدخال المساعدات، بعد خاصة بعد أن سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي وأغلق المعبر الفلسطيني من معبر رفح الفلسطيني من الجانب الآخر، أصبحت عملية المساعدات هذه الصيغة التي توصلت لها مصر بعد هذا التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية واتصال بين قيادتي البلدين على أن يكون المساعدات تدخل من هنا من مصر عبر معبر كرم أبو سالم على أن تسلم إلى الأمم المتحدة عبر مكاتبها المنتشرة في قطاع غزة والتي تعمل على تسليم هذه المساعدات. طبيعة هذه المساعدات محمد وهي التي أغلبها جاء من مساعدات مصرية خالصة، وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري الذي قال أن أكثر من 85% من هذه المساعدات التي أتت عبر العالم هي مساعدات مصرية خالصة. إذن العالم اشترك مع مصر بنسبة 15% فقط، ذلك أن مصر يعني فتحت مطار العريش الدولي وكذلك ميناء العريش الدولي سواء للسفن أو سواء للطائرات المساعدات وللدول التي ترغب في إرسال مساعدات وكذلك للمؤسسات الدولية كمثل منظمة الصحة العالمية وكذلك المؤسسات الأممية التي أرسلت مساعدات إلى مطار العريش الدولي. إذن نحن نتحدث عن مساعدات التي جاءت تحت هذا الغطاء المصري، التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي جمع آلاف من الأطنان والتي أتت هنا عبر قوافل عديدة إلى محيط هذه المنطقة التي نتواجد فيها على مدار الأشهر الماضية، محيط معبر رفح المصري وكذلك هذه الشاحنات التي تم يعني التي اصطفت حتى مدينة العريش، وهذه المسافة الكبيرة محمد التي تقارب 40 كيلو مترا، هذه الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية تستطيع بالعين المجردة وعلى طول هذا الطريق أن تلمح هذه السيارات والشاحنات الكبيرة الممتدة عبر هذه الشوارع والمسافة الطويلة التي تحمل المساعدات المصرية المختلفة وكذلك أيضا المساعدات التي أتت عبر دول العالم، ولكن الغالبية العظمى منها هي مساعدات مصرية خالصة، سواء المواد الغذائية أو سواء الأغطية أو سواء المساعدات الأدوية الطبية ومستلزمات الطبية وغيرها أيضا من المبردات الكبيرة التي تحمل المواد الغذائية المجمدة والتي تعمل على مدار الأيام الماضية منذ إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني. هذه الشاحنات التي لازالت تعمل على التبريد كل يوم حتى لا يكون هناك إفساد لما تحمله من مواد، ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض الشاحنات تعرضت فيها بعض الخضروات للتلف جراء هذه المدة الطويلة التي يعني وجدت جراء إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ولكن على الفور منذ الأمس تم استعداد أكثر من 600 شاحنة مساعدات مصرية، تم إدخال منها اليوم مخصص إدخال 200 من هذه الشاحنات إلى معبر التي وصلت معبر كرم أبو سالم. ولكن الخبر يعني الأبرز محمد جراء إدخال شاحنات الوقود، أربع شاحنات وقود، أن على الفور تم عمل المحطة الخاصة بتحلية المياه في منطقة غرب رفح. هذه هي يعني الذي كان يحتاجه قطاع غزة بمختلف المرافق الخاصة به، وخاصة المرافق الطبية، وهذه الاستغاثات التي تأتي على مدار الأيام الماضية من شح ونفاذ الوقود من أغلب المؤسسات الصحية في قطاع غزة بشكل عام، نظرا لأن هذه المولدات تعتمد اعتمادا كليا على الوقود. نحن إذن أمام مشهد بدأ يتغير بعد حالة الجمود التي شهدتها الأيام الماضية، وعلى مدار 20 يوما استؤنفت مرة أخرى المساعدات من أمام معبر رفح عبر معبر كرم أبو سالم بإرادة مصرية خالصة، وأن مصر التي يعني بحسب المصادر المصرية رفيعة المستوى التي قالت أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي جراء الأفعال الإسرائيلية، وأن الوضع الإنساني لن تقف مصر مكتوفة الأيدي أمامه. وبالفعل مصر يعني تمت التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على دخول هذه المساعدات لإغاثة الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع على كافة المناحي، سواء الناحية الطبية أو من ناحية المجاعة التي تخص أصلا الناحية شمال غزة تحديدا الذي يعاني من مجاعة شديدة في الأيام الماضية، وأن هناك 31 شخصا قد ماتوا بسبب هذه المجاعة وليس بسبب القتل. إذن نحن هنا أمام استخدامات وممارسات واستغلال للملف الإنساني الفلسطيني من قبل قوات جيش الاحتلال، بجانب المشهد العسكري الذي لا يوجد مكان خالي في قطاع غزة من القصف أو الاستهداف على مدار الساعة كما تسمع معي محمد الآن. نعم. هذه الضربات التي نسمعها بين حين والآخر، والتي تم تكثيفها عبر الساعات الماضية وطوال الساعات الماضية وحتى ساعات النهار، خاصة في حي السلام والجنينة والبرازيل، وكذلك في حي الشبورة في وسط مدينة رفح. هذا القصف المدفعي والغارات الجوية الذي يتم بالفعل، تم نسف عدد من المربعات السكنية في حي السلام شرقي مدينة رفح، والذي أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين من المدنيين، وهذه بالطبع أعداد أولية محمد. ولكن أيضا هناك المزيد الذي لم يتوصل إليه الدفاع المدني وكذلك سيارات الإسعاف. أيضا هناك تمركزات لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر آلياته، سواء الدبابات أو الآليات العسكرية، في مختلف هذه المناطق، سواء حي الجنينة وكذلك شارع جورج وحي السلام وكذلك حي الشابورة. كل هذه الأماكن هناك تمركزات كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والساعات الماضية شهدت قصفا عنيفا من قبل مدفعية قوات الاحتلال. وأيضا كانت هناك بعض المروحيات التي تحلق بالقرب، رصدناها عبر مشاهدتنا من هذه النقطة التي نتواجد فيها، وكان هناك بعض الاستهدافات من هذه الطائرات محمد. هذا هو المشهد محمد حتى هذه اللحظة. الإشارة أيضا إلى أن معبر رفح من الجانب المصري لم يكن فقط يستخدم لدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة، إنما أيضا كان يستقبل المصابين ويستقبل أصحاب الحاجة الشديدة الملحة من هؤلاء المصابين الذين لا يجدون علاجا يمكن إنقاذ حياتهم من خلاله. فبالتالي هذا المعبر لم يكن فقط لدخول المساعدات، لكن على الجاهزية إذا ما حدث جديد وإيجاد آلية، كما قال الجانب المصري، إيجاد آلية أن يكون هناك سلطة فلسطينية أو جانب فلسطيني هو المسؤول عن إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ستعود هذه الحالة والعمل على الجانبين بين معبر رفح لدخول المصابين، دخول أصحاب الحاجة؟ نعم محمد، على مدار الساعة يعني معبر رفح على استعداد كامل، وذلك من خلال
يعني هذا الأسطول الكبير من سيارات الإسعاف المصرية المتواجدة داخل معبر رفح وفي محيطه أيضا، بالإضافة إلى صالات السفر والوصول. كل هذه الاستعدادات ما زالت على حالها وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال أي من الحالات التي على مدار الأيام الماضية. تناشد وزارة الصحة الفلسطينية أن يتم فتح معبر رفح لإنقاذ آلاف من الجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من شح ونقص في المستلزمات الطبية وتقديم الخدمة العلاجية لهم، وخاصة أن مصر على مدار يعني الفترة الماضية استقبلت ما يزيد عن 5000 مصاب في مستشفيات المصرية، سواء في منطقة مدينة العريش بمستشفياتها المختلفة أو كذلك أيضا وصول المستشفيات الخاصة بخط القناة المصرية عدد 3 محافظات، وصولا إلى مستشفيات للعاصمة المصرية القاهرة التي تجرى بها العمليات الكبرى. أكثر من 5000 مصاب تم التعامل معهم خلال الفترة الماضية في المستشفيات المصرية، خرج وتعافى أكثر من 2500 من هؤلاء الجرحى من المستشفيات المصرية. إذن كانت مصر تسخر كافة الإمكانيات الصحية واللوجستية لاستقبال كافة الجرحى من الجانب الفلسطيني جراء هذه الحرب الإبادة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة، والتي كانت تبدأ من حيث دخول معبر رفح عبر سيارات الإسعاف المتواجدة على مدار الساعة، والتي كانت تتعامل مع هذه الحالات على الفور وتقدم الإسعافات أولية حتى يتم التشخيص الأولي والمبدئي على هذه الحالات، ويتم على الفور الذهاب إلى أقرب مستشفى للتخصص الخاص بهذه الحالة. أيضا محمد، عدد المرافقين الذين يأتون مع كل هؤلاء الجرحى والمرضى أيضا كان يعني لو قلنا أن هناك 10 جرحى يدخلون على مدار اليوم، فإن هناك 30 مرافقا يأتون مع هذه الحالات، وأيضا يتم تقديم الخدمات المختلفة لذوي الجرحى والمرافقين لهم، سواء من الخدمات يعني أحد المكاتب هنا في مدينة العريش المتواجدة التي تقدم الخدمات للمرافقين الذين يأتون مع الجرحى، سواء من توفير هذا المسكن ووجبات الطعام وتوفير أيضا خدمة الإنترنت للتواصل مع ذويهم داخل قطاع غزة. كل ذلك اللوجستيات متوفرة محمد، وكذلك الخدمات للمرضى والمرافقين، فقط أن يكون هناك تطور وفتح للمعبر من الجانب الفلسطيني. كل ذلك مصر مستعدة على مدار الساعة، سواء على الجانب الإنساني أو الجانب الصحي، لتقديم كافة الخدمات الخاصة بها. إذن استعداد في الجانب المصري من معبر رفح، لكن في المقابل هناك سيطرة إسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهو ما يمنع تدفق المساعدات بشكل أكبر، وكذلك يمنع وصول المصابين والمرافقين لهم إلى الجانب المصري للعلاج. أشكرك شكرا جزيلا رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من معبر رفح من الجانب المصري.